اكتر من الكلابه هنا شرسه جدا، وهنا لوحدي قلت له والله هموت بجد. دخلت جنينه الشلالات بعجله ماونتن، هنشوفه برضو داخلين نلعبوا شويه بيها وكده، يعني يعملوا حركات. يلا بينا، في كلاب كتيرة هنا ممكن تجري ورانا هتخليها تقطع نفسها. بقى الشجر القديم، الشجر ده بقاله سنين طبعا، هوريكوا برضو في النهاية يعني. تابعوا معانا، هنوريكوا نوع العجلة اللي احنا طالعين بيها، عجلة ماونتن طبعا، استحمل معانا الطبقات والنزلات زي ما احنا شايفين. حاجة هنا برضو في هدوء، ممكن تلعب براحتك لو معاك عجلة، معاك أطفالك، بس تجيب عجلة ماونتن يعني عشان تستحمل معاك المطبات والنزلات والترافيك. جنينة هنا منظر جميل، وفي بط هوريها لكم دلوقتي، على هلف واوريكم البط. بصراحة مستمتع جدا، بنصح أي حد يجي المكان ده، بس ما انصحش حد يجي بالليل. بس جميل خالص، مفيش أي حاجة، احنا في رمضان، في واحد نايم هناك مالناش دعوة بيه. برضه حاول برضه ما تجيش لوحدك بالليل عشان ما تتثبتش. طبات جامدة شوية بس، بس ايه لو انا عجلة ماونتن قوية يعني. بصوا البحيرة دي، في بط هناك زي ما قلت لكم، هوريكم البط. وفي مركب يعني، هي تقريبا دي بتفتح للحفلات وكده. بصوا في بط هناك، بطة يا عيني مسكينة لوحدها، في واحدة تانية اهي. بس حاجة تطلع بالعجلة كده في مكان فيه هدوء كده مع نفسك. في مراكب هنا تقريبا بيعملوا حفلات الزفاف والخطوبات والدنيا دي. أوبا. نستر محدش يطلع علينا يثبتنا ولا حاجة. وهوريكم العجلة دلوقتي، متنسوش تشتركوا في القناة والضغط على زر اللايك. بس أنا جاي تلاقي عجلة صيني، هي البيجون، اسمها فلاينج بيجون. هي مواصفات حلوة، عجباني بصراحة، معجب بالعجلة دي. فيها اللي هي الكاسيت، كاسيت مش فرويل، سولار جويتك، الومنيوم، كرانك برويل، سرة امامي جويتك، كدراع جميل، لحامات مثل الكربون، بس هي يعني شكلها شكل الكربون، سموز كده وناعمة مفيهاش الحامات. طبعا دي حاجة جميلة. دي 8 سبيد، طالع بالعجلة البيجون دي، قلت اخش شوية طالما هنا في مثلا اللي هي المرتفعات، وبرضه ليها متعة برضه تانية. انا اصلا الدولفين اللي معايا العجلة البنيريلو، بس دايما بحب اطلع برضه بالماونتن، بحن للماونتن. بس اكتر يعني حاجة يعني بحبها الريس، اللي هو العجل السابق وكده. بس مرة كده برضو من نفسنا نطلع بالماونتن، ليها برضو متعة تانية. في برضو ليها رياضة اللي هي بتعمل بالعجل الداون هيل، اللي بينط على الجبال، وهي ليها عجل متخصص غير العجل الريس وكده يعني. كل حاجة ليها حاجتها، في ناس بتحب الريس، في ناس بتحب الماونتن، ناس بتحب الهايبريد اللي هي ميكس بين الاثنين. برضو المكان بتاع الجنينة دي، اللي عاوز حد يجي مثلا يستمتع هو واطفاله وكده، المكان بتاعها دي قريب من السلطان حسين، قريب من شعر، من ساعة الزهور، واسم باب شرق، اسمها جنينة الشلالات، يعني معروفة جدا، اي حد عاوز يجي يعني. ومكان الدخول مجانا من غير اي، ما بتدفعش اي حاجة، انت بس بتعدي البوابة، مفيش اي حد هيقول لك اي حاجة، هتخش تقعد تستجيب. بس يعني اهم نصيحة ليكم، محدش يجي بالليل، عشان دي المكان مش امن بالليل. ممكن تلاقي افراح بقى بالليل، بس ما انصحكش تيجي لوحدك، عشان بتلاقي حرامية كده، حاجة زي كده. تمام، ميزة العجلة الماونتن في الحاجات دي بقى، الحاجات المكسرة اللي انتوا شايفين،
مطالعة. بص انا جايب اصغر ترس امامي كويس، هطلع شوية مطالعة دلوقتي. طب من الكلابة هنا شرسة جدا، وهنا لوحدي طلع عليا هموت بجد. يعني لو اتحاصرت الكلاب مش هعرف اعمل اي حاجة. ربنا يستر. الكلاب توسع بس كلب واقف مفوتني عليا، وهنا في بتاع الكلب روحت مسكني والله العظيم، حسبت عجلي وهموت. Oh my god. معلش بقى مش هنعرف، نحاول نطلع الطلعه في حته تانيه. كلاب هنا كتير، شفت في طلعايه هناك اهو، فرحت جدا اللي رايح عليها اهو. بس ايه، ربنا يستر ما يكونش في كلاب. هنطلع طلعايه قويه. الطلعات اللي هناك كان فيها ايه، مليانه كلاب، بس اهم حاجه تبقى لابس خوذه ولابس جوانتي عشان برضو ايه، قدر الله في حاله الوقعه ما تتدشملش. هي طلعايه جامده، يا ربنا يستر. يلا هو انا في مصر ما فيش، يعني في اسكندريه قصدي، طلع فيش اماكن تطلع فيها داون هيل وكده. في القاهره في محميه وادي دجله ممكن تقدر تعمل الكلام ده، انما هنا ايه على قد حالنا، بنيجي نلعبه هنا في الجنينه شويه. نروح ننام هناك مالناش دعوه. بس طلعه جميله، الطلعه دي هجرب اطلعها. في طلعايه جامده شويه، بس ايه تقريبا واحد حاجات بيعملوا حاجات مش كويسه في الجنينه، مالناش دعوه بيهم بقى، نمشي عن الحته دي. ده هي شارع ابو قير اللي عاوز يجي الجنينه من ساعه الزهور. ان شاء الله هنطلع على الطلعايه دي، بس اشوف حته كده اطلع منها. كان صغير قوي ده، في مسمار كنا هدوس عليه كان هيفرقع الكاوتش. واحد اتنين تلاتة. اوه يا عافية اوز، مش قادر مش قادر، فيصت فيصت خلاص. لا طلعة جامدة جدا خلاص. يلا بينا من اعلى مكان في حديقة الشلالات. هنا بقى اعلى مكان في حديقة الشلالات، وهي العجلة الجميلة تعبت معانا النهاردة. صحش اي حد يعمل الحاجات اللي احنا عملناها من غير سيفتي، من غير كوانتي، من غير الكلام ده كله. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ياريت تشتركوا في القناة والضغط على زر اللايك. انتظروا مننا كل ما هو جديد في عالم الدرجة. خلاص كده هروح، بارك الله في المرازة، هروح على المحل وربنا يسهل لنا الأمور. يلا سلام.